يا جماعه الشاب اللي يخاف من الالتزام احسن اصحابه يتريقوا عليه غباء كان في ملك اتولد له طفل ففرح جدا وبعد كده حصلت مشكله الطفل بودن واحده بودن واحده ازاي جمع الوزراء ابني ما يطلعش معقد نفسيا نعمل ايه قالوله له نقطع ودن كل طفل في القريه يكبروا كلهم القريه كلها بودن واحده خلاص ما حدش ابنك بعد سنين القريه كلها بودن واحده بريه واحد زينا كده بودنهم يزور القريه داخل الاطفال زفوه ابو ودنين اهو ابو ودنين اهو اهو الراجل ده بقى لو لما سخروا منه قام رايح قطع ودن عشان ما عليه يبقى مجنون ولا لا غبي يبقى غبي الشاب اللي خايف يلتزم عشان اصحابه يتريقوا عليه يا ابني انت ابو ودنين يا ابني هما اللي بو ودن واحده يا ابني انت ابو ودنين يا ابني اللي بيحب الدنيا الممثله اللي عندها 90 سنه لغايه دلوقتي ولسه ماسكه في جزمه الدنيا بتبوسها وكل شويه تتجوز جديد عايزه تقنع الناس انها لسه صغيره وما عندهاش 70 سنه ولا 90 سنه ولا حاجه والدنيا قاعده تديها بالجزمه اللي بيحب الدنيا ده غباء يا جماعه لما واحده تقول لابنها اشوفك دكتور قد الدنيا الدنيا رسول قال عليها جناح بعوضه اشوفك دكتور قد جناح البعوضه قول اشوفك بطل اشوفك داعيه اشوفك مجاهد اشوفك في الفردوس الاعلى يا رب اللي بيحب الدنيا يا جماعه عامل زي اتنين سافروا امريكا وعندهم مشوار في برج في الدور 400 فلو الاسانسير عطلان قالوا نطلعها على رجلينا فطلعوا طلعوا طلعوا خلاص عند الدور 350 واحد قال للتاني انا عندي ليك خبر حلو وخبر وحش قال له ايه الخبر الحلو وايه الخبر الوحش قال له الخبر الحلو ان احنا قطعنا 350 دور قال له والوحش قال ان مش ده البرج اللي احنا عايزين نروحه يعني يا جماعة مش ده البرج اللي احنا طالعينه مش دي سكتنا اصلا احنا اهل اخرة مش اهل دنيا ازاي غبي غبي لو واحد قالوله اجمل فتاة في الدنيا ايه في الاوضة دي بس بعد ما تقع في الزنا الاوضة اللي بعدها هتولع عليك نار لو وافق ما هيولع عليه قبر نار